الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. واحد من الناس النهارده الخميس 7/5، حال المصالح الحكوميه بقى سيء جدا، والمكاتب والادارات بلا رقيب او حسيب. مباحث مركز ناصر ظبطت موظف بالوحده المحليه في قريه دنديل ببني سويف زارع مخدرات جوه جنينه المقر. انتوا متخيلين؟ الغريب بقى ان الموظف ده لوحده اللي بيشتغل في الوحده المحليه، ولا في رئيس للوحده وموظفين داخلين خارجين. الحكايه بقت بازره ميت. طب تقول موظفي الوحده المحليه مش عارفين شكل البانجو، تقول ايه بقى في موظفه شركه مصر للزيوت والصابون اللي ظبطها محافظ الشرقيه بتربي كتاكيت في مكتبها بالشركه؟ ايوه، زي ما سمعتوا كده، ست هانم بتربي كتاكيت في مكتبها بالشركه. وانا عايز اعرف، طب مديرها المباشر كان فين؟ مدير المصنع كان بيعمل ايه؟ فاتحين مزرعة في المصنع؟ الفساد الاداري يا جماعة اخطر انواع الفساد. يا حكومة راجعي نفسك، ولازم تكون في اجراءات حاسمة وعقاب حقيقي، ولازم نسمع عن موظفين ومسؤولين دخلوا السجن لانهم اهملوا وافسدوا. فين قضايا الفساد؟ ده مفيش اكتر من الاجهزة الرقابية في البلد دي. بس بتعمل ايه؟ الله اعلم. تعالوا بقى نروح عشان نسمع ونشوف الناس بيشتكوا من ايه وبيشتكوا من مين وبيقولوا ايه الاسبوع ده. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقية انا وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الإيجارات دلوقتي، يعني الحكومة حاطة للناس رواتب معينة والإيجار أعلى، أعلى من قيمة الراتب نفسه، فهي دي المشكلة، مش لاقيين لها حل. ومفيش شقق، والشقق اللي نزلت طبعا كانت بأسعار غريبة شوية، المواصلات كذا حاجة. الكهرباء حاجة يعني إحنا مش فاهمين هي ماشية إزاي، بالشريحة ماشية إزاي، مش فاهمين يعني إيه المعدل الطبيعي بتاعها. يعني كان في ناس بيجي لها مثلا 40 جنيه و50 جنيه، فجاه بقى بيجي لها ب 300 جنيه و 400 جنيه. كل حاجه بقت غاليه، المرتب مثلا غالي، الواحد مش بيكون شغال شغلانتين عشان يقدر يسد. تلاقي كل مره كل حاجه في العالي، البنزين غالي، يعني بقى كل حاجه مشكله بقت صعبه. كل حاجه غاليه، في الدنيا مش غالي، حرام يعني، ولا في فلوس ولا حاجه غاليه، ومواصلات زحمه والدنيا غاليه، كل حاجه غاليه. المواطن اللي هو على قده، ايه الطاقه البسيطه اللي يقدر يجيبها بسعر يعرف يتناول، في يعني لو معاه 2 3 اولاده، ايه الاكل اللي هو يقدر ياكله النهارده رخيص؟ ايه الحاجه الرخيصه اللي يقدر ياكلها؟ النقل العام في وقت معين ما بيلاقيش اتوبيسات، يعني ما اجي احب اركب مثلا اتوبيس نقل العام في الفتره من 12 لغايه 1 ولا 2 ما بيطلعوش اتوبيسات خالص. البنزين غالي والغاز غالي، وساعه تيجي ومفيش، حتى الانابيب مفيش، يعني الحال واقف من ناحيتين. احنا طالبين مراقبه على الاسعار واعلان تسعيره على الخضار والفاكهه واي حاجه الشعب يستخدمها. ماسك عماره باخد 250 وما عنديش سكن، يعني لو طلعت بره العماره ابقى في الشارع. معايا 3 عيال وامهم تعبانه، عندها حساسيه وكشف لها. مفيش فرص عمل للشباب خالص. مفيش فرص عمل، كل الشباب الخريجين واللي معاهم دبلومات واللي معاهم ليسانس كله قاعدين، معلش مفيش شغل. مفيش شغل وكل حاجه بتغلى. الناس هتجيب منين؟ الناس فاضيه هتجيب منين؟